اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الحساب على نقوم بالضغط على تطبيق كام سكانر. نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط على تطبيق كام سكانر، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كام سكانر. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كام سكانر. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا